السايبه بقى المخيط، السايبه المتينه اللي يالله تقال انتم هذا الخلق اللي في الخارج، يالله تو يدعي المنظمات الحقوق الانسانيه اعلنها، تالي هذا الشعب البري اللي ما عنده شي مسيكي لا انا قتله ولا جمره، تناشدوها وتقولوا لها عنها مسيكينة تعدل شي ذا الخلق اللي ذا هو طيح عليه لدمية وتخليها كاك، لا لا قتله ولا جبر الأقليات مسيكينة المحلول به، ينقلع منها ماله وتبطط وينطاح ليها لالهي، والمدافع فوقنا والتعمار يخبطوا بيهم متفاتنين بفوقنا، والعالم يا خياتي انتم اللي البرة ومتطورين وقاريين وتعرفوا ذا ناشدوا الدول وناشدوا الأمم المتحدة وناشدوا العالم بأسره على أن نقيس هذه المسلمين، يباتي لعاد الحكم الذاتي يا عم، يباتي لعاد قاع الله العافية نختيروها على ظهر الصحق رق ونباتوا في الاطمئنان والعافي، وناشدوا المسلمين ناشدوا لنا الأنظمة اعلنها تجينا وتقيتنا وتخرص المعدل المسلمين، لا طب لا ماء لا رزق لا شيء، لا دنيا ما اكلت عند الله قالب عليه اللي راهي عايشه تحت شمس السنق ذا تبطط وتنقلع منها، وهذا ما يقدر يصح ولا يقدر يمكن، المؤمنين المؤمنين اللي في برا واللي قاريه ومتطوره تعرف ذا تناشد ان حقوق الانسان، تناشد ان حقوق الانسان، تناشد ان الامم المتحده اعلنها تقيتنا تحمينا باطل، ما عند لا حد يحمينا ما هو الله تبارك وتعالى، وعاد تسيبه عاد يطيحوا علينا ويقلعوا حيوانا وعاد يبطونا وعاد يدخلوا علينا وعاد ايه هذا ما يتواس يا خياتي، هاي الدعوه اللي كل ساعه يبان فيها شيء، واحنا اذا ما قط بالنا ولا قط ظهرنا ولا ماشيين الصحق نهسكلوا، ما انا عارفين الدنيا منين صاده جهلاء وبرياي، ولا انا عارفين الدنيا منين صاد وضريكاتي منين عدت لا لعبة، أنا بعد شخصيا نطلب من حقوق الإنسان عنه يلفانا ومرقنا يدين عدونا ومرقنا يدين صديقنا، والله هذا اللي معاه ما هو صديق، والله هذا قال قاعدين في حضن ولا لا إله إلا الله، إيه يا منين عدت لا لعبة إلى عاد حقوق الإنسان خارج يلفان، مرحبا بكم وسهلت، هذا كافي من الشداي عندنا هم اللي هي يحينا التطراش، يا ربي ذاك اللي طلب ان التطراش يسبقوا فيه يا لله، سبق فيه الاحباس وسبق فيه ذاك كامل وعد الله هو وحده ما معاه مسلم ولا ثاني، القياده متمونكه على ظهورنا بديارها وحيوانها والناس اللي هون متمونكه علينا بديارها واشتركه معانا الغرفه، والناس اللي مرت قاعده في الظل وفي الدفء وفي ماشي البحر وتثبت احنا هون دق لنا لوتات، احنا ما تلفينا ما يسكروا لوتات، ياك سمعت والله ما سمعتوا، رانا قايلين لكم بكل صراحه ما تلفي لما يسكنوا الأوتان، منين كانت الدنيا رايقة شي وسابق يصرح النبيه بلي أجميلكم، منين يصرح النبي أن الرغر الشطراب الصراب حنا تيمثلين رايقة ولا ترين أنا يشات، ياك سمعتوا والله ما سمعتوا، على الأقل منين وفينا بعد فرايس لا يرجعوا الوطن توفى كافينا الله لا يودر قبورنا، راجينا عند الله قالت الصحق متعمي أنا الله يردنا للصورة ولا يودر قبورنا، والله ما عندنا ديار والله ما خليناهم وران، ياك سمعت والله ما سمعت، ولأن قاع مالفين مالفين شي من الطب معدلات وبيدينا راه عندنا بركات فيه، الناس اللي حاسين به احنا اللي حاسين به الناس ما يحاسه به، القياده ما يحاسه به كلها قاعد في داره منقوشه من كل بليده وكلها قاعد في خير وخمير، واهل الدار الصحق واهل الارض كلها قاعد في داره، واحنا قاعدين في المآسي والمآسي باع النعشه ما تلا عندنا الهش، إلى عاد خالق حقوق الإنسان يحل لنا مشكلتنا، رانا قايلين لكم ما كنا عارفين الدنيا منين صادة، وضريك راه كل شيء بان لنا وباغيين يدنا مشكلة الحل عنا، بذي والله ذيك، إلى عاد حقوق الإنسان خارج يلفانا، وإلى عاد ما هو خارج صويرتي ذاك حقنا في الحياة، حامدين المولان، منين كانت الدنيا دنيا وقايلين عنا تالبين شيء، يحرق بي يمي وراني فيه. منين عاد كلها يوقف ويصرح لنا عنا الروغ السراب حنا تي السراب ما تلينا رايقات ياك سمعت، ومنين عاد كلها يصرح ويقول ان جمهوريه في المنفى وجمهوريه تحت دوله تحت دوله ما هي خالقه، حنا مولي كافينا ذا من التصريح كافينا ذا من الخط بالمداء، ياك سمعت والله ما سمعت،
توف وحنا ما نهتم الناس الصحق متموك على ظهورنا ما نالله كافينا متوناكت على ظهر على الأقل بعد منين ما رأينا وطننا حيين نجبروه ميتين توف هذا هو اللي ندور اللي منين ما جبرنا حيين ندوروه ميتين ندفنوا فيه على الأقل وما إحنا ما تلقع فينا اللي الصحق مرحب بكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا وسهلا. سمعنا هذه المرأة اللي من المخيم وتناشد الناس اللي في أوروبا وتناشد المنظمات الدولية وتناشد الحقوقيين الدوليين نتيجة هذا الوضع اللي يعيشه في المخيمات وخصوصا الأقليات القبلية اللي حسب هذه صوتية هذه المرأة لأنها تعاني من سلب ممتلكاتها وتعاني من الاضطهاد القبلي العنصري وتعاني من المضايقات في حالها كامل وفي أمورها كاملة وتعاني من سلب ممتلكاتها والنهب ونيهانتها ومن حقرتها وتناشد الناس وتناشد المنظمات الدولية. والحقيقة ذلفتنا من الزمن كامل كنا نسمع المغرب يقول مرتزقة البوليزاريو يقول مخيمات الذل والعار وكنا شاكين عنها لا دعاية والله قرضة قرض قرض في الجبهة يا غير مع الأسف عقبنا جبرنا عنها فعلا عن البوليزاريو هذه اللاشي من المرتزقة وقيادتها اللاشي من المرتزقة عايشين في دم الأرامل واليتامى والثكالة لتجرب المساعدات وفعلا اكتشفنا حقيقة أنها مرتزقة واكتشفنا ملي عن هذه المخيمات ما هي مخيمات العزة والكرامة مع الأسف أنها مخيمات الذل والعار اللي يقول المغرب حقيقة عنها مخيمات الذل والعار للأسف الشديد. هذا هو حال جبهة البوليساريو وهذا هو حال أهل الصحراويين اللي كتب عليهم مولانا يمشوا في هذه التفزيزة اللي يفزوا وهجوا من أرضهم ومن ديارهم ومشاوا لهذا الرق الشرقي لا ناهي ولا منتهي تنظيم يقودوه شي من السفهاء شي من حثالات المجتمع اللي جاية متلقطة من دول الجوار لا ناهي ولا منتهي شي من السفهاء وشي من الأسواو اللي يسوا ما كان قاع حاضر في شيء وعاد يقودوا من ومدى يقودوها الأسواو قطع عن مصيرها هو الهلاك وهو الخراب وهو الدمار وإنا لله وإنا إليه راجعون.